عقدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل مع خبراء برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة الذي أطلقه المجلس مؤخرا بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية بهدف تقديم الاستشارات النوعية في المجالات القانونية والسياسية وإدارة العملية الانتخابية، حيث أوضحت الأنصاري خلال الاجتماع أن برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة يعد أحد أهم الآليات التي يعتمدها المجلس الأعلى للمرأة لمساندة المرشحات المقبلات على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية وفرق عملهن، والذي يأتي استعدادا للانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها خلال الربع الأخير من هذا العام، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يطمح لرفع تنافسية المرأة البحرينية في مجال العمل السياسي ومشاركتها في الحياة العامة، كما يأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بالشراكة مع كل الجهات المعنية ذات الاختصاص. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مراحل عمل برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة، حيث تضمنت المرحلة الأولى التي بدأت خلال شهر يوليو تشخيص الوضع الحالي من خلال تقييم الخبراء للراغبات بالترشح وتحديد الاحتياجات التدريبية والاستشارية المطلوبة، وتبدأ المرحلة الثانية خلال شهري أغسطس وسبتمبر بتقديم التدريب العملي للراغبات بالترشح من قبل معهد البحرين للتنمية السياسية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من البرنامج التي تبدأ خلال شهري سبتمبر ونوفمبر، وسيتم خلالها تقديم كافة أنواع الاستشارات النوعية المكثفة للمترشحات.